المصداقية تعني الكثير. بعد العزم بدو وحضر كانوا على غص وسن. هاي الشركة عبارة عن طفل بتربيه بتكبريه، عبارة عن بناء يكبر بسلامة، أساس صح ينتهي بصح. أهل العزم بدو وحضر كانوا على غيص وسير، ناس يشد بها الظهر والطيب يجزونه. فكانت محطة الوظيفة هي عبارة عن خطوة أولى في العمل بدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي كانت هي اللبنة الأساسية لهذا العمل. في العصب أصبح له مقر ويضخ من حاب جانبي. في معاناة في بداية العمل الخاص، بنفس الوقت هاي تعتمد على التركيبة أو المنتلتي للشخص. على الروي سوف البحر والسفن من فوق الغبيب، وجيوشنا تقدح ظفر هذا اليوم المريب. دولة الإمارات بالنسبة للموضوع هذا بلد الفرص للأذكياء والنشيطين وليس للكسالى والنائمين. منهم مثل سحب المطر والأيام محتاج نتيب، وأهل الهمم فخر العصر ما حالهم حال عطيب، وأهدافنا فوق القمر. الإمارات بلد الفرص، بلد الأحلام. التنافسية مولودة بالإمارات، ما حد في ينكرها، ولكن الجودة بالعمل، الإنتاج الصح، المصداقية. على الروي سوف البحر والسفن من فوق الغبيب، وجيوشنا تقدح ظفر هذا اليوم المريب. تقدم على ترهي على الوضع الصعيب، منهم مثل سحب المطر والأي محتاج نتيب، وأهل الهمم فخر العصر ما حالهم حال عطيب، وأهدافنا فوق القمر بالعلم والرأي الصويب. دولة الإمارات هي البلد الأم الثاني بالنسبة لي وبالنسبة لكل الوافدين. هذا الكلام ينطبق علي وعلى كل من أتى إلى هذه الدولة المعطاءة. تقدم على المود الحمر وترهي على الوضع الصعيب، منهم مثل الفضل والمنة لله ثم لهذه الدولة الكريمة. فضل الشيخ زايد الله يرحمه ويغفر إليه لا ينسى، فضلنا على الجميع ببناء هذه الدولة. وهذا العام هو عام زايد الخير، وإن شاء الله بتضل هالدولة دولة الخير. لكل
لكل مجتهد نصيب. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجنا لآلئ الاتحاد. دائما عودناكم على تسليط الضوء على رجال أعمال استطاعوا ترك بصمة واضحة في قطاع عملهم. معنا اليوم السيد عظمي حوراني. أهلا وسهلا بك. مرحبا. أهلا وسهلا بكم. يعني بداية سيد عظمي مرحب فيك في برنامجنا لآلئ الاتحاد. يعني عادة ما استضفنا شخصيات للحديث عن الاستثمار داخل دولة الإمارات العربية المتحدة. حضرتك يعني شخصية ابتدأت من داخل هذه الدولة واستطاعت بناء اسم لها وعمل أيضا من خلال يعني هذه الدولة. حدثنا عن بداياتك في دولة الإمارات العربية المتحدة وعن بدايات العمل فيها. بداية أهلا وسهلا فيكم بمكتبنا متواضع وشركتنا متواضعة. بداية عملي بالإمارات كانت بعام 1998. ابتداء من 1998 كنت موظف في شركة مجموعة شركات جيسكو مجموعة بن حمودة. كان العمل لمدة سنتين. بعدين ابتدأت عملي الخاص اللي هي شركتي الحالية حوالي 18 سنة ولا زلنا مستمرين في هذا المجال. جميل. يعني سيد عظمي حضرتك بالأساس يعني قدمت إلى دولة الإمارات المتحدة وبداية عملك عملت كموظف ثم اتجهت إلى القطاع الخاص. الانتقال من هذه الخطوة إلى هذه الخطوة خاصة في بلد يعني خارج بلد الأم يعتبر يعني خطوة جريئة منك شخصيا الإقدام على افتتاح مشروعك الخاص في دولة كدولة الإمارات العربية المتحدة وجود تنافسية عالية فيها. حدثنا عن هذه التجربة كيف كانت وعن يعني أول خطوة اتخذتها في مشروعك الخاص. بداية الموضوع مش سهل. في معاناة في بداية العمل الخاص. بنفس الوقت هاي تعتمد على التركيبة أو المنتاليتي للشخص. التوجه العام إلي أنا شخصيا أني أنا أعمل البزنس الخاص من أول نشأتي. متعود أني دائما الفكر أو التارجت أو الايم تبعي هو البزنس الخاص. فكانت محطة الوظيفة هي عبارة عن خطوة أولى في العمل بدولة الإمارات العربية المتحدة والتي كانت هي اللبنة الأساسية لهذا العمل. التعرف على الوضع، على الاقتصاد، على مجالات العمل. وبنفس الوقت أنا مهندس من طبيعة شغلي أني أتجه لموضوع المقاولة. جميل. يعني اليوم نحن متواجدين داخل معمار الدولية لمقاولات البناء وهي المقاولات العامة وهي أول شركة ابتدأ بها السيد عظمي. دائما يكون هناك ولاء خاص لأول شركة يعني يستطيع الإنسان بناء كينونته الخاصة بها. حدثنا عن هذه الشركة أبرز ما تمتاز به ويعني أبرز السمات التي وضعتها في هذه الشركة يعني جعلتها تحظى بسمعة طيبة في المجال المحيط. أولا الحمد والشكر لله على كل شيء فضل من رب العالمين. هاي الشركة هي عبارة عن طفل من أطفالي. صدقا ما بدون مجاملة كبرتها مثل ما بربي أولادي. فيك تقولي مثل بناية حطيت الطوبة على الطوبة وإلى الآن.
فما في شيء اسمه معزة هون، في عبارة عن اندماج. هاي شركة هي حياتي، هاي كل ما يعني أطمح له في هذه الدنيا. الطفل كبر هلأ صار بمراحل متقدمة من النضوج وبنفس الوقت من الإنتاج اللي كنت أنا دائما أسعى له، الحمد لله والشكر أنه هلأ ما أوجد. جميل. يعني سيد عظمي، دولة الإمارات معروفة بدائما تطورات سريعة داخلها، وأيضا هناك كما تحدثنا تنافسية عالية متواجدة في هذه الدولة. كيف استطعت حجز اسم خاص لك في هذه المكانة؟ دائما ببداية القدوم إلى هذه الدولة الكريمة، دولة الفرص، أو خلينا نقول كنز الأحلام. الإمارات بالنسبة لنا، أيام زمان كنا نتفرج على مسلسلات كرتونية كانت النسر الذهبي والبحث عن الكنز. دولة الإمارات بالنسبة لها الموضوع هذا بلد الفرص للأذكياء والنشيطين، وليس للكسالى والنائمين. المرحوم الشيخ زايد الله يرحمه ويغفر له، مسواه الجنة إن شاء الله، اعتبر الوافدين بهالدولة كأبناء هذه الدولة، معاملة وقيمة واقتصادا وبكل المجالات، واستمر الله يطول بعمره رئيس الدولة الشيخ خليفة حفظه الله بهذا الأسلوب، وكذلك نائبه الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة، وولي العهد الشيخ محمد بن زايد الله يطول بعمره، ماشيين على نفس النهج، بلد الفرص وبلد الراحة والرخاء والطمأنينة والأمان. التنافسية كبيرة، موجود لكل مجتهد نصيب، فالتنافسية موجودة بالإمارات ما حد فيه ينكرها، ولكن الجودة بالعمل، الإنتاج الصح، المصداقية. المصداقية تعني الكثير. المصداقية بس مو بس إن والله إني أنا نفذ شغلي، ولا، المصداقية في التعامل، الكواليتي اللي نعتمدها نحن بالمواد المستخدمة، بنفس الوقت بطريقة التعامل مع الناس. هالمصداقية هاي بتنجر على أو بتنسحب على كل الـ نعتبر الخيوط أو الخطوات في العمل. بالبداية كانت صعبة جدا، بحيث أنه نحن كنا نروح ندور على العمل، كنا نروح ندور على الشغل. هلأ لا، بس العمل يأتي إليه بالضبط، لأنه هاي 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 اللي انا حاولت بالبدايه لك. هاي الشركه عباره عن طفل بتربيه بتكبريه، عباره عن بناء يكبر بسلامه، اساس صح ينتهي بصح. فتنافسيه موجوده، ولكن الشركه تعرف من خلال الاسم، من خلال المصداقيه، من خلال العمل. يعني كما ذكرت حضرتك سيد عظمي، أصبحت المصداقية هي العنوان للشركة، والسمعة أيضا أصبحت هي العنوان للشركة والمصدر الأساسي لجذب الزبائن. يعني أصبحت يعني الزبائن يسعون نحو اسم معمار الدولية للمقاولات العامة. دعنا نتحدث خلال هذه المسيرة الطويلة لهذه الشركة على أراضي دولة الإمارات، أبرز المشاريع التي تم تنفيذها. يعني يفتخر السيد عظمي بأنه كان له يد في إنجاح وتنفيذ هذه المشاريع. المشاريع اللي نفذناها ممتدة على مساحة الإمارات العربية المتحدة، تحديدا فينا نجزم أنه هي بإمارة أبوظبي 80% منها. المشاريع هي تعتمد على مشاريع كبيرة ضخمة جدا، وبنفس الوقت نموذجية. ابتدأنا من بدايتنا كانت بدار الخاصة لعمار رئيس الدولة المغفور له الشيخ زايد الله يرحمه رحمة الله عليه. الدائرة الخاصة هاي
نحن بلشنا تقريبا المشاريع النموذجية فيها كانت عبارة عن مزارع يعني محطات تحلية تغذية مياه. هاي فينا نعتبرها مشاريع استراتيجية، بدايتنا كانت بهالموضوع هذا. كان لك بصمة في هذا وأفتخر وأفتخر بكل جوارحي عادتيني إلى تلك الأيام. رائع، يعني أنا فخورة يعني لكوني اليوم معك سيد عظمي والحديث عن هذه الأمور. دائما ما يكون هناك اعتزاز وفخر، خاصة إذا ذكر اسم الشيخ زايد رحمة الله عليه. لو كان لدى يعني لدى أي شخص داخل دولة الإمارات مساهمة في أي يعني شيء يخص هذه الشخصية الرائعة التي كان لها يد بجميع ما نحن عليه اليوم داخل دولة الإمارات. سيد عظمي، حضرتك إنسان طموح، ابتدأت داخل دولة الإمارات يعني في مجال العمل الخاص من الصفر، واليوم أصبحت تمتلك شركة لها اسم واضح جدا على الصعيد العملي. لم تكتفي بشركة واحدة، أيضا لديك شركة أخرى خارج دولة الإمارات، دعنا نتحدث قليلا عن هذه الشركة. فينا نعتبر أن الطموح أو النجاح يبدأ بخطوة ولا ينتهي ويعتمد على الشخص. قصة النجاح، أنت تقولين نجاح، أنا بالنسبة لي لازلت في بداية الطريق وأتمنى أن أصل إلى النجاح الكامل الذي أرغب به. تكاملا مع الأعمال الموجودة في دولة الإمارات العربية المتحدة اللي هي شركة المقاولات عنا، معمار الدولي للمقاولات العامة، ارتئينا أنه لازم يكون عنا استكمال لهذا الموضوع. شركتنا تتكون من قسمين، القسم الأعمال المدنية وقسم الأعمال الإلكتروميكانيكية. بهذا المجال وجدنا أنه أوروبا والتكنولوجيا خاصة في دولة ألمانيا الاتحادية متقدمة جدا، ومن الضروري نستفيد من هذه التكنولوجيا. فارتينا أن نفتح أو يمكن يعني فيني أقول بداية عمل تجاري متكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة في موضوع الطاقة الشمسية، في موضوع الإنارة، وفي موضوع المعلقات الإنارة الخاصة بالمنازل والقصور وحتى في الطرقات. يعني نحن من الموردين والمركبين لموضوع سولار لايت سيستم، ستريت لايت سيستم اللي هو الطرقات. هاي نوع من طبعا لا تخفى على الجميع من الضروري استخدامها في هذه الأيام. دائما الطاقة النظيفة مطلوبة، ونحن من الأول الشركات. تحدثنا بشكل مختصر عن آلية عمل هذه الأمور، آلية عملها. آلية عملها، العالم يتجه إلى الطاقة النظيفة بكل المقاييس، وخاصة دولة الإمارات العربية المتحدة من السباقين. فينا نلاحظ في كذا مجال ومن ضمنهم الطاقة النظيفة وتوليد الطاقة. الطاقة اللي نتعامل نحن فيها بدولة الإمارات العربية المتحدة هي السولار سيستم. الشمس موجودة بالإمارات وبكثرة، صحيح، بس ما حد يستخدمها، يعني يجب استغلالها. بهذا الطريق توجهنا إلى دولة ألمانيا الاتحادية واستثمرنا بشركة اسمها جي تي اي لإنتاج الطاقة الشمسية أو الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية، وخصوصا موضوع إنارة الطرقات، المزارع، البيوت، وكل ما يحتاجه الشخص خلال حياته اليومية من إنارة حتى بموضوع التكييف. هلأ نحن دخلنا على موضوع التكييف، ممكن توليد الطاقة الخاصة بموضوع المكيفات. هاي بتوفر فلوس، بتوفر صيانة، بتوفر أيضا بتحمي البيئة من هذا
وهذا المهم. يعني أنا أحييك سيد عظمي، لأن يعني هذه الأفكار دائما تكون تجسيد لأفكار الشيوخ في دائما تطور دولة الإمارات، مواكبة دولة الإمارات للدول المتقدمة حتى تبقى دائما في المراتب الأولى على صعيد الدول العربية وأيضا على صعيد العالم. أحييك سيد عظمي. دائما النجاح لا يقف عند نقطة معينة، يكون هناك دائما تطلعات مستقبلية، وحضرتك يعني تبتدئ عندما يقف الآخرون، فهناك دائما يكون الأفضل. حدثنا ما أبرز التطلعات المستقبلية للإضافات التي ستتم على عمل السيد عظمي. توجهاتنا بدولة الإمارات العربية المتحدة غير محدودة، وآمالنا ونحن بالإمارات لا حدود، كما قال سمو الشيخ محمد بن راشد، الإمارات بلد الفرص، بلد الأحلام، الأحلام لا تقف. نحن مستمرين إلى الأمام، ونأمل أن يتحقق جزء من أحلامنا. يعني أنا أحييك على هذه الطاقة الإيجابية التي يعني يشعر بها كل من يجلس معك سيد عظمي. شكرا لك جزيل الشكر على هذه الأفكار الرائعة الخلاقة. يعني من خلال تجربتك الطويلة في دولة الإمارات من باب الاستثمار، حدثنا ما رأيك في بيئة دولة الاستثمار كبيئة للاستثمار؟ كما قلنا، دولة الإمارات البلد في نجزهم، البلد الوحيد أو من الدول القلائل التي الاستثمار موجود فيها بلا محدودية. التطلعات المستقبلية لدولة الإمارات العربية المتحدة لا تقف عند موضوع البناء ولا موضوع التجارة، لا، الموضوع عندنا نحن هون أو توجهاتنا نحن المستقبلية أنه نستثمر بمجالات تانية، يعني ابتداء من الطاقة النظيفة. رح نستمر نحن بموضوع التطلعات لدولة الإمارات مواكبة التقدم الذي ننظر حولنا ونشعر به يوميا، وهذا بفضل ورعاية الشيوخ، الله يطول عمرهم، شيوخ دولة الإمارات. ما يسبق التطور، الخطة اللي ما يعملوها أو الخطة أو التوجه اللي ما يبلشوا فيه أو بيفكروا فيه ممكن لك دول تانية بدها عشرات السنين لتوصل. صحيح، بالتأكيد دائما دولة الإمارات هي دولة سباقة طالما فيها أشخاص كحضرتك سيد عظمي. يعني دائما نشعر بأن دولة الإمارات هي دولتنا الأم الفعلية لما يعني توفره دائما من فرص للعمل، وأكبر مثال استمراريتك داخل على أرض هذه الدولة، وأيضا تفكيرك الدائم وانشغالك بما قد يطور من هذه الدولة. شكرا لك جزيل الشكر. يعني في نهاية اللقاء نود أن نوجه رسالة شكر وامتنان إلى القيادة الحكيمة التي تقود دولة كدولة الإمارات العربية المتحدة. اللسان يعجز عن الشكر. دولة الإمارات هي البلد الأم الثاني بالنسبة لي وبالنسبة لكل الوافدين. هذا الكلام ينطبق علي وعلى كل من أتى إلى هذه الدولة المعطاءة. اللسان يعجز عن الشكر كما قلت، الفضل والمنة لله ثم لهذه الدولة الكريمة، فضل الشيخ زايد الله يرحمه ويغفر إليه لا ينسى، فضل على الجميع ببناء هذه الدولة. وهذا العام هو عام زايد الخير، وإن شاء الله بتضل هالدولة دولة الخير بتوجهات ورعاية رئيس الدولة حفظه الله الشيخ خليفة بن زايد وسمو الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة
وكذلك برعاية ولي العهد محمد بن زايد طول الله عمر جميع الشيوخ، وشكرا جزيلا لحضركم. وأنا بدوري أيضا أشكرك سيد عظمي الحراني، كان لقاء رائع، أشكرك جزيل الشكر وأتمنى لك دائما التقدم والنجاح والازدهار. ابتدأت من شركة واليوم أصبحت لديك يعني تفرعت وأصبحت هناك عدد من المجالات والابتكارات، أيضا شكرا لك جزيل الشكر، وحييك لكونك اليوم معنا ضيف شرف ضمن حلقات لآلئ الاتحاد للحديث حول الاستثمار داخل دولة الإمارات، وأشكرك لدعمك للإعلام لإيصال أصواتكم ولإيصال أيضا الشكر لقادة دولة الإمارات العربية المتحدة. شكرا لك جزيل الشكر، وأتمنى أن تسمح لكادر العمل بأخذ جولة تصويرية داخل الشركة. شكرا لك. أهلا وسهلا، شكرا جزيلا لكم، وإن شاء الله بتكون هالأيام أيام خير كما عهدناها ونأمل بها، وإن شاء الله إلى التطور الدائم. وشكرا إلى دولة الإمارات قادة وشعبا، وأهلا وسهلا بكم. شكرا لك أعزائي المشاهدين، كانت هذه نهاية حلقتنا اليوم، شكرا لكم.